نور ياسين جوهرة كرة اليد المصرية. نور ياسين أحد أبرز لاعبات كرة اليد المصرية والنادي الأهلي، هي من مواليد عام 1990. بدأت لعب كرة اليد وهي في سن 5 من عمرها بالنادي الأهلي، وتدرجت في فرق الناشئين، ثم انتقلت عام 2003 لنادي هليوبوليس وخاضت معه عامين موسمي 2003 و2004، ثم أعادها الكابتن أشرف شكري رحمه الله مرة أخرى في مطلع عام 2005، وصعدت للدرجة الأولى لأول مرة وحصلت مع الفريق على البطولة العربية عام 2007 في سوريا. واستطاعت خلال 8 سنوات بفريق الدرجة الأولى في التتويج بجميع الألقاب المحلية على التوالي خلال هذه السنوات وتحقيق الرباعية الموسم الماضي، بالإضافة إلى الحصول على البرونزية في البطولة العربية في تونس والمغرب، وشاركت مع النادي في أول بطولة في أفريقيا موسم 2015-2016، وشاركت مع المنتخب الوطني في 6 بطولات، 2 أفريقية وأربع بطولات عربية. نور ياسين نجحت على مدار 20 عاما في كرة اليد داخل القلعة الحمراء في حصد العديد من البطولات العربية والمحلية، وكتبت تاريخا لها داخل جدران هذا النادي العريق، حتى اكتفت بما حققته طوال 27 عاما من عمرها، والنظر لمستقبلها في مجال الهندسة بعد هذا المشوار الحافل بالإنجازات. ملوك الصلاة تستضيف نور ياسين للحديث عن أسباب اعتزالها ووجهتها المقبلة وسر تفوق فريق كرة اليد محليا وأصعب اللحظات التي مرت بها في مشوارها الطويل، وكذلك اللحظات السعيدة التي لا يمكن أن تنساها، وأفضل المدربين الذين أثروا في مسيرتها، وغيرها من الكواليس التي تكشفها لنا نور ياسين جوهرة كرة اليد المصرية لبرنامج ملوك الصالات.